لو انت بتسال دي خرز زرق يعني، عشان خاطر احنا نجيب سيرة المنتخب الجزائري في الفيديو، فما تقلقش يا اسطى احنا مش بنحسد ولا حاجه، احنا عيننا بارده، بس على النبي جايبين الخرز الزرقاء معانا عليها ما شاء الله تبارك الله، كل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فلا تقلق عزيزي، احنا محصنين نفسنا بالكلام عن المنتخب الجزائري. بس احنا من البدايه عايزين نتكلم على تجربه المنتخب الجزائري ما بعد 2019، لان بعد 2019 بعد المنتخب الجزائري ما خد كاس الامم الافريقيه في مصر، كل الناس قالت لك الجزائر عندهم روح، المدرب بتاعهم محلي، نروح نعمل زيهم، نجيب مدرب محلي. طيب اول بس معلش، منتخب الجزائر كان عنده ازمه ان هو كان عنده جوده عاليه وكان عنده لعيبه ما عندهمش شويه روح ولا شويه حماس، فكانوا محتاجين مدرب وطني علشان خاطر يبث فيهم موضوع الروح والحماس ده. المنتخب الجزائري كان عنده الكواليتي قبل ما يكون عنده المدرب السيء او المدرب، لا هو كان عايزين مدرب فئه معينه اللي هو هيجيب لهم روح وهيجيب لهم عزيمه ويقدر ان هو يستغل اللعيبه بطريقه صح. وفعلا جمال بالماضي نجح نجاح باهر، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، جمال بالماضي نجح نجاح باهر ان هو يستغل اللعيبه المحترفين بتوعه وقدر ان هو ياخد بيهم كاس الامم الافريقيه. احنا بقى في منتخب مصر والمنتخب التونسي قررنا نروح نقلد بقى، احنا متعودين نقلد الغرب في كل حاجه، بص احنا هنشوف المنتخب الجزائري عمل ايه ونعمل ازاي. رحنا جبنا حسام البدري، وكانت تجربه نيله في 60 نيله. حسام البدري جه لا بنطور حد ولا في حاجه اسمها تطوير ولا في حاجه اسمها ماتشات وديه وماشيين فيها على الله. المنتخب التونسي وديع الجريء قال لك محلي بمحلي اروح اجيب منزل الكبير، ما حدش فاهم جاب منزل الكبير ليه، ما حدش فاهم اي حاجه خالص، يعني مش عايزين محلي يا جماعه، التجربه المحليه بتنفع اهي، وشوف التجربه بتاع الروح والعزيمه اللي موجودين عند لعيبه منتخب الجزائر. واللي فاكر فيك في حد كان بيدمع تقريبا على دكه بدلاء منتخب الجزائر واللقطه دي اتاخدت واتحط عليها سبوت، ولا تشوف الروح والحماس، احنا عايزين بقى مدرب وطني. طب احنا كمنتخب مصر عندنا لعيبه سيئه وعايزين مدير فن اجنبي يطورنا، نروح نقلد ليه؟ ما هي مش طالبه غباء يعني، احنا بنقلد في الغباء بس. رحنا قلدنا وجبنا البدري ولبسنا في الحيط، وبعد كده ربنا كرمنا وجبنا كروش، وكنا مبسوطين جدا بموضوع كروش لحد ما جه كاس العرب. كاس العرب بالنسبه لنا احنا كان عنصر فارق جدا، وبالنسبه برضو للمنتخب التونسي، احنا المنتخب التونسي بنعاني من بعد كاس الامم الافريقيه ورايحين بنحاول ناخد شويه ثقه كده نروح نسند نفسنا بيهم في الكاميرون في كاس الامم الافريقيه الجايه ان اتلعبت او ما اتلعبتش. كنا رايحين ناخد ثقه في كاس العرب ورايحين برضو ناخد فلوس يعني للامانه بتاع ربنا. برضو المنتخب الجزائري كان عنده مشكله، لان الجزائر كانت عملت منتخب للمحليين وبعد كده قررت ان هي تفك المنتخب وبعد كده قررت ان هي ترجع المنتخب تاني عشان خاطر تلعب بيه كاس العرب، فقرروا ان هم يجيبوا مجيد بوجره، ومجيد بوجره جه معاهم كان موجود معاهم قبل التجربه ما تتفركش ورجعوه تاني. وبص عم مجيد بالصلاه على النبي كده هلم لك لعيبه 30 لاعب ويلا عم مجيد خدهم وعلى قطر بقى. جمال بن مدن مستني عايزين نحط عناصر اساسيه ولاعيبه عندهم خبرات عشان خاطر ده سمعه الكره الجزائريه، ما ينفعش ان احنا نودي اي حد كده. قالوا له انت بتتدخل في شغل الراجل؟ قالوا له مش حاجه اسمها بتدخل والكلام ده، احنا بندي نصايح، كلنا بنخدم المنتخب الوطني وكلنا هنا الهدف حمايه الكره الجزائريه والسمعه اللي احنا عملناها، احنا بقى في فجوه ما بيننا وما بين منتخب مصر ومنتخب تونس. اما منتخب المغرب، منتخب المغرب عنده كواليتي وعنده لعيبه وعنده محترفين بسم الله ما شاء الله. برضه الكلام على منتخب المغرب برضه يعني عشان اخو المغاربه بيزعلوا بيقول لك من ايه اهي يا باشا والله موجوده ايه وحاضره. المنتخب المغربي قرر برضه ان هو يخش البطوله دي او كمين كاس العرب، قرر ان هو يلعبه المنتخب المحلي. المنتخب المغربي عنده منتخب محلي كان واخد كاس الامم الافريقيه المحليين، فقرروا ان هم نلعب بيه البطوله دي، وبالمره يعني نحط واحد زي اشرف بن شرقي كده كده بندور له على تسويق وكده كده بندور له على فرصه في الفريق الاول، فيلا نحط اشرف بن شرقي ويلا يا جماعه ان شاء الله باذن الله المنتخب المغربي هيروح ياخد البطوله. المنتخب المغربي عنده مشكله كبيره جدا، ان المنتخب المغربي لما بيكون مرشح اول لاي بطوله ما بيشمهاش. بجد والله. المنتخب الجزائري رايح عارفين ان هم مش مرشحين، والاتحاد الجزائري قرر ان هو يطلع المتحدث الاعلامي يتكلم على السلسله بتاع منتخب الجزائر. نتكلم على السلسله يا جماعه، المنتخب ده لو حصل له اي حاجه في البطوله دي بطوله وديه والرديف لوحده والفريق الاول لوحده والسلسله مالهاش اي علاقه بالبطوله دي. يعني الناس حرفيا ما كانش عندهم ثقه من هنا لحد هنا ان الفرقه هتعمل اي حاجه في البطوله، بس احنا رايحين بنحاول على قد ما نقدر نظهر بصوره كويسه وبنحاول على قد ما نقدر نحمي صوره الكره الجزائريه ونحاول برضو نعمل زي مصر وتونس ونلم فلوس من البطوله، قطر بتدفع حلو في البطولات دي، فاحنا رايحين عشان خاطر الاسباب دي. وبسم الله ما شاء الله البطوله تبدا، مصر بتعك، تونس بتعك، احنا الاثنين بدانا نقلب على المدربين بتوعنا، احنا كنا جايين ناخد ثقه، بدانا نشتم في الناس وبدانا نلعب في سلسبيل الساعه اللي جبنا فيها منزل الباير والساعه اللي جبنا فيها كروش. احنا جايين البطوله دي نعمل ايه بالظبط يعني؟ فين الثقه اللي احنا جايين ناخدها؟ ده احنا طلعنا من البطوله دي ما خدناش ثقه ولا اي حاجه، والمنتخب المغربي كالعاده يعني بانه كان مرشح فطلع بدري بدري، مين بقى اللي خد البطوله؟ المنتخب الجزائري.
اللي كانوا رايحين يحافظوا على الصوره دول هم اللي خدوا البطوله. هم اللي خدوا البطوله وعن جدارة واستحقاق على فكره. كل مباراه كان يبقى بيكون فيها المنتخب الجزائري في الملعب بيكون واحده من اقوى المباريات في البطوله. قلنا على مصر والجزائر افضل مباراه في البطوله، قلنا على المغرب والجزائر افضل مباراه في البطوله، قلنا على قطر والجزائر واحده من افضل المباريات في البطوله، قلنا على الجزائر وتونس واحد من افضل المباريات في البطوله. فالمنتخب الجزائري اللي كان رايح مش مرشح ومع مدير فني قليل الخبرات هو اللي قدر انه ياخد البطوله. هل الكلام ده فيه تقليل لمجيد بوجره او للعيبه؟ بالعكس تماما، انت تخليك ترفع لهم الشابو غصب عنهم، هم ما كانوش مرشح غصب عنك انت اسف. انت الفرقه دي ما كانتش رايحه مرشحه لاي حاجه، قدروا ان هم ياخدوا البطوله. فانت تدي لهم التسقيفه وتدي لهم الشابو لان الفرقه دي لولاها وجود في البطوله كان الموضوع هيختلف تماما. اما المنتخب المصري والمنتخب التونسي فبالصلاة على النبي، احنا الاثنين جايين في البطوله متشجعين، واحد بيشتم في المدرب والتاني بيلعن الساعه اللي جبنا فيها كارلوس كروش، اللي هو احنا كنا رايحين ناخد ثقه. ما هي راحت الثقه. طب مين بقى اللي فهم الكمين بتاع كاس العرب ده صح؟ هيرفي رينار. قال لك بص انا الجدول بتاعي مضغوط، ما راح العب بالمنتخب الاولمبي. تحيه للبشر اللي تفهم الموضوع من بدري بدري. هيرفي رينار فهم الموضوع بدري بدري، قرر ان هو بص مدرب بتاعي عايز يمسك فرقه وعايز يقف على الخط، خد فرقه 99 اهي في المنتخب السعودي، روح العب بيهم هناك بقى وعيش واعمل كل اللي انت عايزه وسيبنا عيش. خلع ابن الهزيل، خلع من كل اللي حصل ده. وفي الاخر قال لك ايه؟ احنا مركزين في تصفيات كاس العالم. قال يعني انت الوحيد اللي عندك تصفيات كاس العالم واحنا قاعدين هنا قاعدين فاتحين الشباك وقاعدين؟ لا يا باشا، ما احنا برضه عندنا تصفيات كاس العالم. بس هو راجل فهم صح، قال لك ده كمين، ده مش بطوله وديه. الجماهير العربيه عندهم شويه حميه كده لما بيلعبوا مع بعض، فالموضوع هناك بيكون صعب. ولو رحت اتغلبت من العراق او رحت اتغلبت من المغرب او رحت اتغلبت من اي فرقه يبقى شكل وحش، يبقى بابا خلينا في مكاننا هنا. وبصراحه تحيه للراجل ده، والله تحيه للبشر اللي بتريح نفسها من الاول والاخر. وبصراحه برضو عايزين نقول ان رغم كل كلمه ممكن تفهم ان هي سلبيه على المنتخب الجزائري، الا ان احنا مضطرين ندي التحيه والتقدير للعيبه كانوا ابطال في البطوله، زي يوسف البلاي نجم الفرقه الاول، زي بغداد بنجاح اللي مش بيلعب اساسي برضو على سلام سليماني. ومش عايزين نجيب سيره الفريق الاول المنتخب الجزائري، لان الفريق الاول المنتخب الجزائري اتكلمنا عليه في البدايه، ومش هنتكلم عن المنتخب المغربي ولا نتكلم على اي حاجه. وهنقعد بس مستنيين، هل طارق حامد هيرجع منتخب مصر ولا مش هيرجع منتخب مصر؟ عشان خاطر الكلام عندنا في مصر بقى بيتعب وبيوجع الجوع. في وجهة نظركم انتوا شايفين ان مين اكتر المنتخبات اللي طلعت كسبانه من كاس العرب باستثناء الجزائر؟ لو قلت تونس ممكن احترمك، بس بصراحه عندي خلاف على موضوع حراسه المرمى ده. بس حراسه المرمى محتاج وقت وفيديو لوحده بقى، احنا قاعدين فريق مفيش ماتشات.